نفسي لارديه ورديت حملت نفسي كل على عدد الدور حجر ام طبخي الله عزوج انا مو ترك ولا ارجي الا ارجي غادي غادي اللي ذراع قلت ان انا من طرلي ولا ايه الله بطل طيب 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 جد الله يغنيك مره الله مقيرنا عند العزيز ام صقر في عشته ايه معينا من الله خير عشا غدا انا طلي ام الله وجهنا يستاهلوا ام الله وجهنا يا طويل العمر بس 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 نتقاوي اول الصبح نتقاوي الظهر الله ام وجهنا لين جيناك العلوم والاخبار منك وعلومك والله الجدايد ذكرتوها لا و و العلوم والله ان العلوم واجد اي انت اللي غري من نشف الوادي الرساله اولى ايه قال لها انس موت رماش ثقيل ولا اشتبل وهنشب وهنشب يجي محمد بندر وانت له موت محمد بندر وانت له امنت له سوده والله مظهر صدامه اظهر صدامه ايه يا قول حاولنا دفنا ودفنا ساعدنا لكن ما قوى غير موت محمد بندر قدره مثل الظهور في الامطار يا ابو مسعب ولا الربع ما هبزي ايه قطع الاوديه في حديث اني اذا جاء مطر يعني استكنوا خلوكم على قولتهم من منازلكم نعم كم واحد راح ضحية اذا مطر السيوله السيول يحذرون الدفاع المدني ويحذرون الجميع السيل مرات مرات اقطع هرجك ولين فيه سيل جاي يديره عود ايه طوله يا طويل العمر السلامه طوله من الارض 11 متر هو 13 متر اطول من السياره اطول طويل طويل وعرضه حول 60 50 وادي المهم ما اشوف ذيك العظه تقلب ولين فوق العظه رجع اني ما اتنفذ يا ابو متعب ها الذلعي هم اجهز عمري كذا نطيت كذا واني اسبح واسبح واسبح ما شيء شيء هو لي ابو هذا شايف اللي مقطع هو 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 واحد مطمر طمرة قوية واحول واعي سمكة القرش تحت اي واظهر مع اذنه لا اصبط ابغى الرجل اللي فوق وراه 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 يا بخيت لين هم تعداني فاجي فوق السير مقوم اسعى فوق السير اسعى اسعى مغرم رجلي ما تمشي الا روس السير يا ابو متعب وش جاني يا ابو متعب وامسك الرجل واجي فوقانيه فوق الله لين السير سريع يمكن يمشي 60 80 90 100 150 انت مترك سريع ما اشوف العضات السير ما اشوف العضات اللي جنبي المهم يا خيت قلت يا ولد ما عاد يمدينا اقطع فشلنا محطه على كتفي ما دنق مت ومن برا السيل والحمد لله رب العالمين يشكروني هو ايش كبره؟ السيل لا الصاروخ اللي تطلقه انت هذه يستعملها مره واحده في السيل مره واحده اي ولو تطلقها مره يا اخوي يشكرني الجماعه واشتروا لي ذبيحه وغشوني اياها الله يطول عمرك جرى علي نفسه موقف هذا نفسه اي لا بس انا تفصيل غيره يا اخي سبحان الله جيت لا السيل سايل حول السيل تذكره سيل يهول اي المهم انا لا والله ما عندي مزايا هذه تسبح ما تسبح اي اعرف اسبح والنقز هذا ما عندي وانا ادق لك على انس قلت تعال قال امشي مساعدك ويجي وقلت اشفط الماء حق السيل غيض من السيل اذن ويجي واذن ويشفط السيل راح في بطنه كله حول يوم راح الادمي في الرقه ويجي يشغل موتره منقلب جنبه مغرب السحابناه لا تهرش الموت بشغل مش قلنا لا تعودها انا بغير كم حط السيل من ورا الموتر كمل السيل مج السيل وي راح السيل وسحب السيل اللي قدمه طراها السيول اسلم جيتها كالنهار من الوادي سايل السيل اللي وش كبره وان الناقه يمشي بالسيل وتعاين في نظراتها اللي تقول تكفى تكفى لا تخليني وانا شوش وانا انقز وراه
واسحابها والسيل اسحاب الناقه حق اسلم واسحابها والسيل يجرفنا والسيل يجرفنا وقعنا ونا في البحر يا لا اله الا الله من السيل للبحر يا اخوي السيل صبال اسمك انت تقرش يا رجال والله هنا الله يبيض وجهك اسمك تقرش لا تستاهل مرة تنفسي فينا طلع على البحر مرة تنفسي فينا يا طوال عمر السلامة لين احنا نقنصنا سمك غير ما جاز بس حسن اسمي لا المهم يا طوال انا في البحر يا طوال عمر السلامة نصيد سمك وسفينة بعيد من الشاطئ يمكن هم 11 كيلو 12 كيلو المهم قال خوي ما ادري كيف طح طاح يا طوال عمر السلامة فهم قول والله نحول في قاعة البحر يوم قاعد بالعبار الا اسمك القرش معتاد قال والله ما تروحوا العقب واجبكم القرش عده معلمي والله من ما في طب قايل اكسرها انت خاطئ والله لا انت مخلوط انت بالمربع بهذا البوكس انا اقول لك ليش قهوه اول انا اقول لك شيء اي في قهوه من تحت فوق قهوه اقول لك شيء انا دائما الظهر اصلحك هوا وليا جيت وليا جيت وين القهوه الا مره هنا ومره هنا ومره هنا احنا كم صارنا اليوم 39 39 ولا 38 المهم 39 ما ادري المهم وكل ما جيت الا اخذ لي 10 دقائق وانا ادور القهوه قلت ادري واخذ القهوه واحطها بالبوكس هذا ها اي والعلم بها بس ما عليه زين زين او انا حساس ارحب يا جوني ارحب يا ابو يقلط طقط ما ابغى تعال على يمناك شوف لا جهوني وانا واقف ليه تسمعت عليه راح يكلمكم اسجز ماك زعم لا بتبدا فقراتنا الحين فقره مهنه الله يصلحك اقرب اقرب يا رجال لا انت اقول لك انا دقيق بر ولا ما عليها أظهر أظهرنا لك حمزة جديدة صح لا بأس كويس كويس الواحد سلام مليون هلا عد عد يا أبو بندر عد أبو الله يزل إيش كم تزل إيش الحين تبدأ فقرة مهزل زل زل عشان يقنا مرة عليك بالحلا هذا حلا أنت أحمد الطوالة مرسلينا هلا الله يخلي له هم ان شاء الله شغل يخلي لهم ويوفقها شغل ها فارس يا اخي بعض اللهجات تختلف يقول زل ها شو احنا زل زل يقول يعني عاد جاي زل يعني اخت اخت عندنا اوكي مدرس جاء اي انت عندك بقره ولا جاي تهددنا بقره يرجع شغل والله مسكر والله انت لا انا من اليوم انا هنا شيء كنت على بجهيمك فارس أيه. فارس ما دام نتغلى لا شغال هو انا انا ها شلت اي جد الدم شغال طيب ليش لا دفيت انا وياك من اسبح قهوه بدي تبى تستعد ها بدي تبى تخلط معها شاي اوب 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 مع شاي اربع دفايات مش هالتصريح يا ابو صقر سمكة القرش ونعم ها؟ اي والله لا مو سمكة القرش سمكة القرش قرش قرش اي في فرق القرش لطيف لطيف بس القرش قرش قرش علمته اليريور قرش كبير انا قلت علمته ايه اليريور اقعد اقعد تراك شغلت انا قاعد يريور في الكويت يسمونه يريور يريور قرش يريور ايه يريور ابو طيب ولا سبك سبك سالفتني يا طويل العمر السلام من يطالب كلك ما تسمع طلبه والله والله لودك شوف انت لك حريه اختيار طلبه ما بك تنقد عليه معروف انكم مو من شان شيء مشان صحتك مو من شان شيء الله يستر علينا وعلي شكلنا نبعنا كرام اللي جاوش هو تقول عمو ولدك ولدك اي والله نحيف علامه ما ياكل باجع ضدينا هلا القرية ضد الهشول وزوعي بازع بازع وزوعي 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 رجع خاطر شربتك وزوعي بازع خله يستانس ما كبر ابقى عند ابوه صغير سلام يا مرحبا يا مرحبا انت الحين تحسب امك وابوك يشوفونك رجال انت وشنبك والله هني يشوفونك بزر لين صحيح اي والله لا حلو هذول من؟
من اخوك؟ فارس؟ اسلم تبي قهوة؟ هاك راجع سلم لها انت اللي غير اللي اول خلاص خلص راحت قرطيس قرطيس هذه الفوق ما كان شيء عليها راحت هذه يا كريم لا بقد كذا تقبلها شيء ليش الربع لا هذا كلها عريق وانا اقول انا صدق والله مسامحك لكنها عريق احنا قاعدين نشرب قهوه يا ري عريق قبل ايش يا اخي كل معده تختلف ملبسه بي في سي من برا شنو بي بي سي من برا هذا اسمه بي بي سي والله العصير إيه هذا عازل بي بي سي بي بي سي هذا كم متره 30 الحبل سي سي 40 ريال الظاهر غالي حيل غالي غالي يعني هذه 6 هذه 8 8 5 هذه 8 5 8 5 ابد يجي حول 900 الف كل هذا ثواني العازل المتر حقه العادي ولا اشرع لهم اشرح المتر حقه لا والله لو متر كامل والله لهم راجعين طربال ازرق ابرك لا لا هذا لا لا, لا ترى عزله قوي قوي عمره طويل شخ 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 يا محمد طربال طربال على صوته هذا عازل ويغيط ويخيطونه هو قلت من نفوته ايه ايه عازل بي بي سي كويس ترى اتحداك لو قلت لي اسمه بالعربي بكلف ريال عازل نانو ناني والله نانو سرمك ناني والله اللي بالسيارات ايش رايك تنزف على الباب شلها خلها تروح بلاستيك خلها تروح جهتها قستي راحت ما جبتها يم والله ما انت بجاب انا ما حطيت 1000 ريال عبد والله ما تجيب الله هدني يا ربي يا هدني الله قادر عليك كم حطيت كم حطيت 1000 ريال كم ساعه السياره اللي جبت لي اسمه بالعربي عازل البي بي سي انا من يوم شفته عازل حراري ما شاء الله حي الله بس تعالوا يا جماعه اسمي موزي اجاوب الساعه كم يا شباب عازل بوليميري ما شاء الله عازل بوليميري 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 فيه يا ترى يا تختلف على الواو ثلاثة ومعها بوليميري ثلاثة معها عازل بوليميري ثلاثة معها الحين بالعربي هذا بوليميري انصات اي والله عازل بوليميري بالانجليزي يا اخي بوليميري بوليميري ما توقع كلمة عربية عزل الكابلات ها بالانجليزي هو بي في سي والعربي عازل بوليميري الحين ابو ضي حتى الكلمة حتى الكلمة ترى اصلا معربة يعني عربي بحت بوليميري ما ادري والله هو اسمه عازل بوليميري طربال بي بي سي عازل والله صدق ابو صقر طربال انا طربال عارف انا طربال بس انا طربال الخفيف الازرق طربال يختلف طربال والله طربال طقم يلابس فلبر على 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 طول يتخيل فلبر وشرع ازرق ايوه على طول يقول كذا هللت اهلا ووطنت سهلا يا مرحبا ما شاء الله انا مريم مواقف يا شيخ طلبوا من ملابسنا يا شيخ قلت له يومي ليان يقول لك الساعه كم طلبوا من محل الساعه كم يا ليان الساعه مبروك 3:45 كم الساعه 3:45 السلام عليكم السلام والله فيك ايش اللي يقول عن جاد في حق بيجي 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 ما شاء الله والله يا ولد ما له داعي ولد اقسم بالله محمد جمعه جاني وانا نايم سمعت صوت وحسيت قلت يا اخوي عندنا ملابس عندنا ملابس عندنا عندنا قال العصر اه العصر انا العصر قلت العصر نفس طلع والله رد لك والله رد لك الحين الحين الله اني منكم ومن نفسي هيا يلا يلا ياي سلام عليكم يايك يايك حرقتوا يلا بسرعه حرقتوا الفيلم من بدري اللي لبست الطواقي سلام عليكم هي دش السلام ورحمة معنا البي وعليكم السلام ورحمة الله البي ار سي ما ادري شلون توتك ميد ان صنيع لك السلام عليكم ما هو ضيع عبرك يا ابو ناصر زين يا ولد ايش زين ما شاء الله عبرك بشلمك ما شاء الله قهوة اليمس قهوة يا شباب علي تبي الساعة كم ولا شيء انا بجيك الساعة كم؟ صبر يا عجان الساعة طول عمرك ثلاثة وكذا في اخر ثلاثة الساعة ثلاثة الساعة ثلاثة وفيها عليها معاها معاها ثلاثة ومعاها فيها غلط ثلاثة معاها خذ البدو عليها معها ابعاها خذ التمر يا ابو صرف فوق فوقها ايه انا من الناس اللي ما عارف سمح الله الساعه ذي معنا كم الساعه لا جاك واحد كذا قال كم الساعه قول الساعه اربع عليها قال كم عليها قول عليها 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 صلي وكدر مع الباقي جد له واحد ما ادري وش قول الساعه اربع عليها طيب شوف عندك الساعه تعرف الساعه 12 قلنا لا لا عرفنا عليها انا اسمع فارس وما اسمعك ترى
لا يعني انا ما ادري الحين الاجابه. عرفني عليها. انا الصراحه اللي غبني في واحد يقول لي الساعه كم؟ اقول لها 4 يعني وش؟ 4 تموم صح؟ الساعه 4 الساعه 4 بالله 4 وكم؟ خلاص 4 بس لا لا ادري انها 4 وكم؟ على كم؟ الا انه يمكنه ينتظر اذان انا اي احد يسالني 4 10 24 ما شاء الله.